اما وي تو كملت ليلي ما نبطاش جوست نتعدى لاجونس ومن بعد نجي ميم با ميم با ما نبطاش اي اي المرأة شنو هذا تفرج فيه احمد فيلم اكسيون يا امي دور عليه قلت تحيه هادي يعني فيلم كامل طفل هرب من الحرب على خاطر صاحبته الانتربول والاف بي اي لوجوا عليه وشق بحوره وربي يعم بيه وفي وصل حبيبته باش يبوسها هو ما تشفايفه وامي تدخل باهي دور عليا حط قناه اخرى على دخلتك القنوات الكل تولي بوس نحط فيلم وثائقي على الطبيعه على دخله امي شجره تولد بوس في نخله مش لازم منها التلفزه عود سكرها نسكر التلفزه على دخلتك الكوموند تولد بوس في البارابول من احط الاخبار ولا حاجه اخرى تفرجوا فيها ها الاخبار امي ها ونمر الآن إلى الخبر العاجل. حيث تم مساء أمس في حدود التاسعة اختطاف ابنة الوزير من قبل مجهول الهوية. ولا تزال قوة الأمن تقوم بواجباتها في تحديد هويات الخاطفين. ولحسن الحظ تمت كاميرات المراقبة برصد عملية الاختطاف وتحديد السيارة. وهي سيارة سوداء تحمل الرقم 164 تونس 6780. الرجاء من يتعرف على السيارة يخرج يتهوم ويروح للمخر قلت لك قوم امي شبيك قوم هز قبل المرأة فيسا انا مرأة منيرة صاحبتي زلت باب زاذومة شنو هذاك السيترونات لا مش سيترونات تمشيش تشربه برودوي نظفوا بيه الغاز والفريجيدير هاني حطيته لك في السعر توب شنو قميش الغاد يومي توب المترو وتمرميد تي حتى من دارها نسيتها باب دارهم ازرق تو كي توصل تتفكروا بيه يوم اعطيني 5000 خرج مع الاولاد من بعد وقتاش ناوي تمشي تشوف خدمه يا اخي نهار كامل وانت يوم اعطيني ما عنديش فلوس برا تصرف اوف يا امي تيمشي برا تو كي تستوشك فما فلوس مش فلوس يا دوكم فلوس للمراه اخي ديما الفلوس تستوشك فلوس للمراه نسوي لهم الكل يخبيوك عندك انت هاي بنك سنترال امي انت جاه ربي يقول لي وقتاش ناوي بالضبط تشوف خدمه انت اصبري امي اصبري تو ربي يسهل عندي قداش صبر عليك تو ثلاث مرات تقول لي دبرت خدمه وما تمشيش تخدم ايه اصبري امي صبر بيه في بالك تصبري اربع مرات شنو تولي شنو تولي صابر ربيع تمشي امي عرفت تعطيني 5000 جرب ايه جرب بيع عايش امي عايش ولدي لف على روحك منين عايش طمي عايش ولدي عايش 5000 عايش ولدي ما تخافش يا امي ما تخافش يومي تي ويني دارها المرأة توا عجبك هكا ضايع في وسط حومة ما نعرفهاش قلت لك باب دارها ازرق زيد لوجها يعني من بكري اللوج ما فماش دار باب لونها ازرق تسكن في سيدي بوزعيد هذه ايه يبقى غادي يا باش تكلم المرأة توا تخرج لك امي على دقيقة توا نكلمك علق علق مش هذي كرة بحكيو عليها في الاخبار والله هي فك عليك احمد برا كمل امشي فك عليك لا لازم نشوف لازم فك عليك احمد كمل امشي والله ما نشوف متخافش مانيش منهم انتي بنت الوزير لا متخافش باش نخرجك شو باش نحيك الحبال لازم ندورك تسمح لي نمسك من بدنك ما تخافش ما تخليش مخك يمشي لبعيد ما عادش الزايد راه يا اخي وقته توا راه نحل في الحبال سيبهم ما تخافش مانيش قاعد نغزر مانيش قاعد نغزر مانيش قاعد نغزر مش تاع شي يدرى شو لا تحل يا اخي سيبهم تحل هاي سيبهم هيا لازم نضربوا قبل لا يجيو ما عندك شي انت مولا بيس ليش حبيبي خاطفين بلاد الناس ولاد الحرام قربوني العصا هذي نكسرها على خليقتك تحكي بالرسمي احسن مش قلت شكون هذا كيفاش دخل هنا ما نعرفش دخل القال هنا وانا مش خدك تعسى يا معلم يعطيني كسر في سيقي دخلت هون باش نحسب روحي ما ريت شيء باش نهز دبشي ولا خرجت فرش وسطي يا بنتي هاو عيني مغمضه مش راه في شيء هاني خارج هاو عيني مغمضه اوه 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 ا
الرجل يا سيترونات قد يتويل داب شهر بيتويل داب شكونك انت شكون بعدك شد علينا عصا عامل فيها جاكي شون انت بالعاني فلم قديم انت عمري ما ضريت حد اخي بحاجة عملتها في حياتي دخلت للسيت الازرق مر بو مرتين تي ثلاثة مرات طلع علينا شكونك انت شكون بعدك اتكلم شبه ما زوم صار فيسح فيسح جيب الجيلي ويجي تحت موخ جيلي تي بارد البرة كان استبرت أمي بتكب لي ساعتي فيسح كل بارد مش عارف وين البرزر هم تخبط بيدي ندراوي اسمعني هز الفرد وثرب بيا ليه ليه نخاف انت وقت خوف باش يقتلوني يا بنتي ليه والله زيدي خذي راحتك بهي تمري هكا تو والله نخاف من عارف كيفاش نستعملو تي ينزلي على الوحدة تو تلقيها غادي مش عارف اسمها ينزلي على الوحدة تو تخرج كرتوش هذي يا سامحني والله مش بالعاني بدي هبطي الفرد هبطي الفرد لا تعاودي تجيبيها في قبي ما تقبليش لي انا قمري شيلي هذي اي حاجة تحرك في شيلي هذي اضرب بيها طول فيه بركة فهمتك خلينا بعد منها لتعاود تجيبيها فيا البيمة هذي يا ربي راني خايفة كيفاش نستعملوني هذا تو هاوكا يا اخي بيما انت يا سامحني والله ما ريتكش كي تعديت انت ما قمرتيش اللبسه نتاعي شنو نعرف عليك انا وي 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 حول نتاع وي انت شاد الفرد هكاك تخلي في روحك مزيانه تقول سنوب دوغ اوه ضرب لي في السيخ وضرب بيا وضرب بيا انت قلت لك وضرب بيا انت وين هو نقبتيني الله لا تربحك والله مريتك وقتش عادي نسخيله هو هبت الفرد هبت هبت الفرد هني جاي كان هبت هبت الفرد حبي ماشي نضروك انت تعمل فينا هكا يا ابني سيبني هبت دي هز الفرد وضربية هي وضربية ما عادش تعرف تقمر يا تيضرب بيه ومات الهم والله يعطيك الصحه موت مختيه في الاخر بيسيس انا جبتيني راكم بك يرد بي او سيف نشكر احمد الريبي على حضوره معنا اليوم نظرا لظروف الصعيبه اللي عاشها كان في السبيطار في صدد العلاج الحاجة اللي الناس الكل تعرفها انه قام بعمل بطولي ينمو على شجاعة كبيرة وهذا ريناه كيف خاطر بحياته وعرض حياته للريسك وعلى خاطر المجهود اللي قام به واللي مش اي حد ينجم يعمله قررنا باش نوفروا له وظيفة ونحسنوا له في ظروف معيشته فينالمو نطلب منكم تصفيق على احمد الريبي ونخليه الكلمة اللي هو ما تقعدش بعد ايه ميرسي ميرسي الناس الكل انا تربيت هكا شجاع في دمي الشاي من الصغرى شجاع دوب ما دخلت قتلتهم الكل حبوا يفكوها مني وقتلتهم ما خليتهمش يضربوها ما ترونيش هكا خاطرني انا شجاع بويكا في الحومه ميرسي والمجرم بهيم حب يضربني في راسي اما طلع احول يا اخي جيبها في يدي في يدي الاخرى وفي ساقي الاخرى وفي ساقي الاخرى وما قتلنيش في الاخر خاطر بهيم واحول دونك دخلت بعضي شدني تراك صفقوا علي خاطر راهو ندخل في الكليمه ما عليك انت مغطى بزريلة يعني حلوين اوكي بس نخرج هنا تصفيق علي مان حتى انت ما عليك اوكي سي بون ميرسي ناس الكل الموقف اللي تحط فيه احمد الريبي ما هوش سهل بالكل ما صعب كان جو الناس شكرا لك انا جيت لك حبيت نسكرك على اللي عملته معايا وكل ما لقيت شخص خاطر كنت في السبيطار معناها الكل احمد نسيش عمقك اه عمقك ما انت بس خاطرك على الساحه تعنقني انا يعني سي احمد ولا شكون اوه خاطر مش مستانس سي فلا بركات مش مستانس حاشية مش تعمل احمد تبقى يوم تدخل الكتابة يا اخي